الثانية والربع في صوت لبنان، نحييكم ونقدم نشرة للأخبار مع إلان صغيب عيسى، جيتا مارون وشادي عقاد على التنفيذ. العناوين: عطل في أحد أجهزة المطار يخلق حالة من الفوضى ويؤخر عددا كبيرا من الرحلات. طلبنا من الركاب أنه اليوم اللي ما طلع امبارح بيرجع بيطلع على رحلة اليوم. شركة سيتا بالنهاية هي اللي رح تتحمل مسؤولية صرف أي تعويضات للركاب. حمادي يتناول موضوع الأقساط مع بداية العام الدراسي. لا تلميذ خارج المدرسة الرسمية أو الخاصة، ومن لا يستطيع أن يستمر في الخاصة فالرسمية مستعدة لاستقباله. قمة إيرانية تركيا روسيا في طهران لبحث الملف السوري. الحركة الاحتجاجية مستمرة في البصرة العراقية لليوم الرابع على التوالي. الحلم تحقق، وهلأ صارت الكهرباء 24/24. شركة كهرباء زحلي وعدت ووفيت، رح نضوي ليل نهار. مبروك لزحلي والجوار وعقبال لبنان كله. كهرباء زحلي، دايما نحو الأفضل. بيقولوا ما حدا بيخلق معلم. لتعلم ولادك وتقدر تكفيلن جامعات، بلش جمع ببرنامج سيف ستيبس من الاعتماد اللبناني، ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لعلمن بكرة. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. طلبنا من الركاب انه اليوم اللي ما طلع امبارح بيرجع بيطلع على رحلة اليوم. عطل في أحد الأجهزة في المطار يخلق حالة من الفوضى ويخربط حركة الإقلاع والهبوط لساعات طوال، إذ يبدو أن لا بديل جاهزا لحالة كهذه. إنه كالعطل في البلد الذي تدب فيه الفوضى، لأن السلطة غير مجهزة لإدارة شؤون العباد والبلاد. في المطار تعطلت شبكة الاتصالات للشركة المشغلة لنظام الحقائب والمغادرين، فقامت القيامة واختلط الحابل بالنابل. وفي البلد القيامة قائمة منذ زمن، ولا من يحل العقد والأعطال الدائمة. الحكومة مجمدة الآن، لا بل أضيفت إلى حالة الجمود حرب محمومة على الصلاحيات بين رئاستي الجمهورية والحكومة عبر وسائل الإعلام. أما مجلس النواب فيستعد بدفع من رئيسه لعقد جلسة تشريعية طالما أن التشكيل بعيد المدى. أما التطبيع مع سوريا فسائر بدوره على هوى وزراء الثامن من أذار الذين سافر منهم إلى دمشق 4 وزراء للمشاركة في معرض دمشق الدولي، إضافة إلى 60 شركة ومؤسسة لبنانية وعشرات رجال الأعمال. نبدأ من المطار الذي تأخرت فيه مواعيد الرحلات اليوم وشهد زحمة كبيرة بسبب عطل على أحد الأجهزة. كل التفاصيل مع ديما الحجار. حال من الفوضى والصراخ شهدها مطار رفيق الحرير الدولي نتيجة الازدحام الخانق في قاعات المغادرة بسبب عطل طرأ ليلا على شبكة الاتصالات التابعة لشركة سيتا المشغلة لنظام الحقائب والركاب المغادرين، مما أدى إلى توقف كلي لعملية التسجيل ومنع المسافرين من اللحاق بطائراتهم. وقد تم إصلاح العطل عند 4 فجرا، ولكن مواعيد رحلات كثيرة تأخرت. رئيس المطار فادي الحسن وبعد اجتماع طارئ دام لأكثر من ساعة شرح ما حصل. طلبنا من الركاب أنه اليوم اللي ما طلع امبارح بيرجع بيطلع على رحلة اليوم، أي تعويض أو أي خسائر صارت للركاب رح يصير الشكوى مباشرة لشركة الطيران، مع العلم أنه شركة سيتا بالنهاية هي اللي رح تتحمل مسؤولية صرف أي تعويضات للركاب، لأنه اللي صار هو من جراء العطل اللي هن مسؤولين عنه. إحنا العجقة تبع شهر أيلول من المتوقع أنه ب 12 الشهر تقريباً
نكون رجعنا فتنا باللو سيزن والعجقة رح ترجع تخف كتير ويرجع المطار لطبيعته المعتادة. المديريات العامة للطيران المدني في مطار بيروت حملت شركة سيتا المشغلة لنظام الحقائب المسؤولية الكاملة للعطل الذي طرأ، وأشارت إلى أنها ستحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ومنذ بعض الوقت أعطت سلطات الملاحة الجوية الإذن للمطار لإقلاع الطائرات المتأخرة بفارق 5 دقائق بين طائرة وأخرى، بعدما أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية تأخير مواعيد إقلاع كل رحلاتها اليوم لأسباب خارجة عن إرادتها. الزحمة في المطار ليست نتيجة صدفة، بل سببها الفوضى وانعدام المسؤولية تجاه مصالح الناس. ديما الحجار، صوت لبنان. وننتقل الآن مباشرة إلى مطار بيروت مع الزميل مروان الأدوم. مروان، هل عادت يعني حركة الإقلاع والهبوط إلى طبيعتها والازدحام؟ كيف هو الوضع في المطار؟ ما يهم المواطن الآن هو موضوع الازدحام، يعني عملية الهبوط والإقلاع هي مرتبطة بالازدحام الموجود في المطار بسبب وصول أو تأخر وصول المسافرين إلى طائراتهم في التوقيت المحدد. إذن لا تزال الزحمة على حالها في مطار رفيق الحريري الدولي. وفي التفاصيل أن كما بات معلوما أن نظام تسجيل المسافرين والحقائب قبل الدخول إلى الطائرة تعطل كليا عند الساعة 11 من ليل أمس، وتحول العمل يدويا وبدأ الازدحام يتزايد بوتيرة سريعة، وتأخرت الطائرات كل واحدة على الأقل 2.5 ساعة عن موعدها المحدد. إدارة المطار استدعت شركة سيتا العالمية التي تشغل هذا النظام وحملتها المسؤولية كاملة عما حصل وعن عدم إيجاد البدائل والحلول السريعة في حال تعطل هذا النظام. هذا النظام عاد ليعمل عند الساعة 4 فجرا بعدما تدخلت طرق السجانة للشركة المذكورة. وفي سياق متصل دعا رئيس المكلف في تشكيل الحكومة ورئيس حكومة تنظيم الأعمال سعد الحريري كل المعنيين بالمطار من وزراء ومديرين عامين وقادة أجهزة أمنية ومديرين يعني مدنيين إلى اجتماع طارئ يعقد عند الساعة 4 في بيت الوسط من أجل تدارك هذه القضية وربما تحميل المسؤوليات لمرة واحدة على الأقل للمسؤولين عن هذا الفشل والتقاعس. إذن لا تزال هنا حالة الازدحام على حالها الآن، وهناك يعني عملية شجار بين المواطنين وبين المسافرين بسبب أحقية التقدم في الصفوف وأحقية الوصول إلى التفتيش وإلى الانتقال إلى المرحلة الثانية للتسجيل. إذن يعني الكل متوتر في مطار بيروت، هناك مواطنين ينتظرون من ساعات الليل المتأخرة، وهناك مواطنين أيضا وصلوا عند الصباح ولا يزالون حتى الساعة في المطار. ولكن يعني مصادر مطار بيروت أكدت أن بعد مباشرة العمل في النظام مجددا تبدأ هذه الحالة من الازدحام يعني تخفض شيئا فشيئا إلى أن تحل عند ساعات المساء. شكرا لك مروان. في أي حال زحمة المطار أثارت موجة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، نستمع إلى هذا التقرير. فوضى في المطار، توقف برامج إصدار تذاكر السفر وتسليم الحقائب لأكثر من 4 ساعات، تأخير إقلاع عدد كبير من الطائرات وتأجيل أو إلغاء رحلات، فجرت احتقان المواطن اللبناني الذي تثقل كاهله الأزمات المعيشية الخانقة ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، فاحتل هاشتاج مطار بيروت المرتبة الأولى عبر تويتر. النائب نديم الجميل غرد قائلاً: بعد المهزلة المستمرة منذ أشهر في مطار رفيق الحريري الدولي، حان الوقت لكي تتحمل كل جهة مسؤوليتها وتتم إقالة المدير العام للمطار. وتحت هاشتاج مطار من بيروت غرد الإعلامي جانف غالي بدوره كاتباً: هل يتم التعويض للمسافرين من مطار بيروت بسبب عدم تمكنهم من السفر في المواعيد المحددة؟ أم سيكون الجواب على الطريقة اللبنانية الله بعوض؟ هل يتحمل المسؤولون عن التأخير مسؤوليتهم؟ الصحفي باسل العريضي كتب مغرداً: المهزلة الكارثة، مطار بيروت يتوقف عن العمل لساعات،
هيدا الشيء لو في حكومة ومسؤولين، كنا منقول مفروض تستقيل الحكومة وينشحت كل واحد مسؤول. وأضاف: بس الخبرية يبدو فيها ريحة شيء بتشبه ريحة زبالة الكوستا برافا. الصحفية كريستين حبيب غردت بدورها عبر تويتر قائلة: قد ما تجرسنا يا مطار بيروت رح ضل حبك. وختاما نطرح السؤال: إلى متى سيعاني المواطن اللبناني، وهل سيظل فريسة الأزمات يتلقاها الواحدة تلو الأخرى؟ بعد الفاصل كتلة المستقبل ستحضر جلسات التشريع. يا زلمة لا بقى تبرم ولا تحتار، لو شاركوتيه هو الأفضل بالأسعار. كيلو كوردون بلو دجاج بس ب 7950 ليرة. متى تتحول التشكيلة المبدئية واقتراح رفع العتب ومسودة الحصص إلى حكومة فعلية؟ هل رفع الرئيس بري البطاقة المالية الحمراء بوجه الجميع؟ وهل التشريع على الأبواب؟ النائب فادي عليمي يتحدث لليوم السابع السبت 9:30 صباحاً عبر صوت لبنان. مع بداية العام الدراسي، أكد وزير التربية مروان حميدي أن لا تلميذ سيبقى خارج المدرسة بسبب الأقساط، داعياً إلى التوجه إلى المدرسة الرسمية. عنوان عملنا هذه السنة: لا تلميذ خارج المدرسة الرسمية أو الخاصة، ومن لا يستطيع أن يستمر في الخاصة فالرسمية يجب أن تكون مستعدة لاستقباله. نحن لا نستهدف القطاع الخاص، نريد أن يبقى فعلاً رمزاً للتنوع اللبناني، ولكن القطاع الرسمي هو أيضاً موجود لكي يؤمن التنوع من جهته، شيء من العلمانية، وأن يكون على استعداد لمعالجة المشاكل الاجتماعية للطلاب وعائلاته. أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون إعطاءه الوضع الاقتصادي الأولوية ضمن اهتماماته، ولفت خلال استقباله وفداً من نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان إلى أن مسيرة الإصلاح انطلقت وهي ستستمر لتطاول القطاعات كافة، ومن بينها ما يتعلق بالدواء والاستشفاء لأنه يشكل أولوية. والتقى الرئيس عون وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري، وأجرى معه جولة أفق في الأوضاع العامة ومسار تشكيل الحكومة العتيدة. وزير المال علي حسن خليل أكد أيضا بعد لقائه رئيس الجمهورية أن كل المعطيات تشير إلى سلامة الوضع النقدي والمالي. أكد نائب محمد الحجار لإذاعتنا أن كتلة المستقبل ستحضر جلسات تشريع الضرورة التي سيدعو إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري. بتشريع الضرورة اللي عم نقوله نحن، في مشاريع مقدمة من الحكومة ترتبط بمؤتمر صادر. الرئيس نبيه بري عم بيقول أنه يريد حماية نتائج مؤتمر صادر، وهو محق في ما يقوله ومقدر فيما يقوم به. هلا نحن عم نقول أنه حرص الرئيس نبيه بري على حماية نتائج صادر ما راح يكون كافي مع غياب السلطة التنفيذية عن القيام بمسؤولياتها الكافية من خلال حكومة مكتملة الصلاحيات. النائب السابق فادي كرم لفت إلى أن القوات اللبنانية لم تتبلغ رسميا رفض رئيس الجمهورية إعطائها وزارة العدل، وعن موقف القوات من تشريع الضرورة قال لصوت لبنان: هذه الأمور بعد عم تبحث عنا، لأنه في إشكالية في أمور دستورية ما لازم نتعود عليها بمسار الأمور في الدولة. بغياب حكومة عملية التشريع منقوصة وفي إشكالية عليها، ولكن من منطلق كمان عدم شلل الدولة اللبنانية، هاي الأمور سنبحثها بهالطريقة بالأمور. أشار وزير الطاقة سيزار أبي خليل في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن النيابة العامة في البقاع تتحرك في موضوع الاعتداء على أملاك الدولة في مجد العنجر، وكان الأهالي قد اقتحموا محطة التحويل التابعة لكهرباء لبنان وعمدوا إلى تحويل التيار إلى منطقتهم التي تعاني انقطاعا في الكهرباء يصل إلى 22 ساعة يوميا. في مسلسل حوادث السير المأساوية، سقطت قتيلة وجريحان بعيدة منتصف الليل في حادث سير على طريق جوية في الجنوب. عثر أحد المواطنين على طفلة حديثة الولادة ما زالت على قيد الحياة داخل حاوية للنفايات
في حي مرزوق على طريق شهابية الفعور في البقاع، وتم نقلها إلى المستشفى وهي بصحة جيدة. بعد الفاصل ترقبوا طقسا ممطرا. عمي لا بقى تبرم ولا تحتار، لو شاركتيه هو الأفضل بالأسعار، وأي جبنة حلوم بس ب 1990 ليرة. في موشات المساء ليوم الجمعة، ما مدى خطورة الوضع الاقتصادي في ظل الاشتباك السياسي الحاصل؟ وهل يمكن أن يحصل في لبنان ما حصل في تركيا واليونان؟ وما هو المطلوب للخروج من النفق؟ الجواب في موشات المساء مع الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني. موشات المساء من صوت لبنان، الجمعة بعد نشرة أخبار 5:15 عصرا. إعداد مديرية الأخبار، تقديم شرب المارون. انعقدت في طهران قبل قليل قمة ثلاثية جمعت كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان لمناقشة الملف السوري والتطورات الأخيرة المتعلقة بإدلب. روحاني رفض سحب قوات بلاده من سوريا مؤكدا أن مكافحة الإرهاب في إدلب أمر لا مفر منه. بالتزامن أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ضربات جوية استهدفت أجزاء من إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية. في هذا الوقت أكد ممثل الولايات المتحدة الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري أن واشنطن لم تعد تخطط لسحب قواتها من سوريا قبل نهاية العام الجاري، موضحا أنها لن تستعجل في اتخاذ هذه الخطوة، وأضاف أن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا بغية ضمان إلحاق الهزيمة الكاملة بتنظيم داعش الإرهابي وانسحاب المقاتلين الإيرانيين من سوريا، معربا عن قناعته بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسة بلاده في سوريا. شبكات CNN الأمريكية أفادت بأن موسكو أبلغت واشنطن في خلال الأسبوع الماضي مرتين بأن قواتها وقوات الجيش السوري على استعداد لضرب مناطق في سوريا يوجد فيها عشرات العسكريين الأمريكيين، ولفتت إلى أن واشنطن قلقة بوجه خاص على أمن جنودها في قاعدة التنف في محافظة حمص. في العراق، الحركة الاحتجاجية في مدينة البصرة الجنوبية مستمرة لليوم الرابع على التوالي، ولفت قيام المتظاهرين أمام القنصلية الإيرانية في المدينة أمس بترداد شعارات ضد التدخل الإيراني. هذا الوضع استدعى دعوة البرلمان العراقي إلى عقد جلسة استثنائية غدا يحضرها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون. المرجع الديني العراقي علي السيستاني حذر من تشكيل الحكومة المقبلة وفق الأسس عينها التي تشكلت بها الحكومات السابقة، واستنكر إطلاق النار على المتظاهرين والاعتداء على الأمن العراقي، معتبرا أن عدم كفاءة بعض المسؤولين قد أدى إلى تفاقم أزمة البصرة. لفتت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان إلى طمر القوات الأمريكية نفايات نووية مشعة في قاعدة التاج العسكرية في العراق، محذرة من أثارها السلبية على البيئة ومن انتشار الأمراض السرطانية، واعتبرت ذلك خرقا لسيادة العراق وللقوانين والأعراف الدولية. أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن بلاده ستنفذ استثمارات مباشرة بقيمة تعادل 10 مليارات يورو في ألمانيا في خلال السنوات الخمس المقبلة. والآن نبقى مع الأحوال الجوية. منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط ويؤدي إلى جو متقلب في خلال الأيام المقبلة، ويكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع استقرار درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط الأمطار بشكل متفرق ترافقها رياح ناشطة وبرق ورعد بين الحين والآخر. إذن عطل في أحد أجهزة المطار يخلق حالة من الفوضى ويؤخر عددا كبيرا من الرحلات. طلبنا من الركاب أنه اليوم اللي ما طلع امبارح بيرجع بيطلع على رحلة اليوم، شركة سيتا بالنهاية هي اللي رح تتحمل مسؤولية صرف أي تعويضات للركاب.
أحمد يتناول موضوع الأقساط مع بداية العام الدراسي. لا تلميذ خارج المدرسة الرسمية أو الخاصة، ومن لا يستطيع أن يستمر في الخاصة فالرسمية مستعدة لاستقباله. قمة إيرانية تركية روسية في طهران لبحث الملف السوري. الحركة الاحتجاجية مستمرة في البصرة العراقية لليوم الرابع على التوالي. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا، استمعتم إليها من صوت لبنان.